السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. حاب أخبركم إنه الفيديوهات القادمة مهمة جدا بالنسبة للمبتدئين، وحابب إنه الجميع أو جميع المبتدئين يتابعوا هاي الفيديوهات حتى يحصلوا على الفائدة منها. وكمان بحب أخبركم اللي بحب يشترك معنا ويحمل الفيديو كامل، لأنه أنا رح يكون هنا في شروحات ما رح أحملها بشكل طويل في هاي القناة الرئيسية، رح يكون التحميل الطويل في القناة الثانية اللي هي اسمها مشغل جلال فيديوهات كاملة، رح تلاقوا الرابط أسفل الفيديو. واللي بحب يتابعنا على الفيسبوك على صفحة مشغل جلال حسن أبو عبد الرحمن، وعلى جروب مشغل جلال الكهربائي على أساس يكون التواصل بيننا أسهل وأسرع. وما بدي أطول عليكم أكثر من هيك، وإن شاء الله ننتقل إلى الفيديو التالي. صارت ورقة جاهزة، وطبعا أنا كملت الورقات للمحرك بالكامل. كمان جهزت ورق للتسكير، ورق على طول المجرى، وورق أطول شوي، هذا بكون للمشترك، للملفات المشتركة. والآن بعمل قياس للملف. طبعا احنا عنا حكينا انه الخطوة للتشغيل 1 4 6 8، بعمل قياس لواحد أربعة، ما بدنا نخذ كثير يعني في القياس، احنا يعني شرحناه أكثر من مرة في فيديوهات. بعمل قياس أنا بسلك زي هيك، يكون يعني طالع من هون شوية من هاي الجهة، ومن هون نفس الكلام. وبطبقه على الماكينة الآن عندي، او انت بتطبقه اذا بتلف يدوي على حسب الطريقة اللي انت بتشتغل فيها. وبنلف اول مجموعة ان شاء الله زي ما حكينا بسلكين 7.5. طبعا انا بامكاني اني اعمله بسلك 1 7.5 للتشغيل واضاعف العدد واوصله توازي، لكن بصراحة ما بدي على اساس انه هذا الفيديو تعليمي، فبدي اخليه توالي زي ما هو على اساس انه يعني خاصة للمبتدئين انهم يتعرفوا على التوالي ويتعودوا عليه حاليا، بعدين بعد فترة بتعلموا التوازي وهي الامور، لكن خلينا احنا الان في التوالي. فلذلك راح الفه زي ما هو بسلكين 7.5 واوصله توالي. طبعا مجموعاته متجاورة، فالتوالي له بكون نهاية في نهاية وبداية في بداية. طبعا الواحد فاز يعني كله أقطابه حقيقية ما في تأثيري، وكله التوالي له نهاية في بداية، نهاية في نهاية، عفوا نهاية في نهاية وبداية في بداية. خلوني أطبق القياس على الماكينة وألف مجموعة وبرجع لكم إن شاء الله. طبعا الآن أنا لفيت مجموعة وهي من 4 ملفات زي ما حكينا، هايهم 1 2 3 وهذا الرابع. طبعا اول 2 مشتركات بكونوا الخطوات الصغيرة. الان بسقطها وبحاول اصور التسقيط ان شاء الله. طبعا انا زي ما شفتوا انتو سلسلة بلاد الرافدين، انا بسقط بهاي الطريقة. اول اشي بنيجي من عند خروج الاسلاك، هاي من هون وانا بسقط بهاي الطريقة، أدخل المجموعة بالكامل جوا المحرك وببدأ أسقط.
انا راح اورجيكم يعني تسقيط جهه، ما بدي اطول الفيديو اكثر من هيك. يعني صورنا تسقيط في اكثر من فيديو، بتقدروا تشوفوه في سلسله بلاد الرافدين على ما اتذكر. في التسقيط كان في فيديو السادس والسابع والثامن، يعني هيك شيء. طبعا بتسقط شوي شوي، وخاصة انه السلك مجوز سلكين، يعني بتخاف انه يتشابكن مع بعض، فبتسقط شوي شوي. واكمل سلك، يعني سلكين سلكين، ثلاثة سلاك ثلاثة سلاك، اربعة سلاك، ايش مكان على حسب ما وسع باب المجرى بسمح لك. بتسقط طبعا، وبس نخلص تسقيط بسكر بورقة التسكير. طبعا الآن أنا سقطت المجموعة الأولى، خطوة 1-4، 1-6، 1-8، 1-10، والعشرة الكبيرة طبعا مشتركة. لاحظوا أنا بحط في المجاري المشتركة، بخلي الورقة طويلة شوي، يعني هاي المجرى هذا مش مشترك. لاحظوا ورقة قصيرة يدوب عند باب المجرى، أما المشترك بخليها الورقة طويلة على أساس بدي يجي هنا فوقيها ملف ثاني، فبخليها بحب أخليها طويلة أنا أفضل وأحسن. طبعا هاي الخطوة الكبيرة العشرة بتكون مشتركة مع المجموعة اللي من التشغيل اللي بجانبها، فبفضل انه انا حتى اعزلها الان، احط عليها شوية لاصق من هون ومن هون، وبعدين اسقط المجموعة الثانية. طيب وبهاي الطريقة طبعا، من هون نفس الشيء. الان بسقط باقي المجموعات وبرجع لكم ان شاء الله. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دايما وبوصي نفسي، لا تنسوا صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الاستغفار، والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.